صباح الخير او مساء الخير يا برج الثور. طيب برج الثور هنبدا على طول في القراءه العامه، نشوف طاقتك وطاقه الشريك. انت طاقتك حاليا يا برج الثور ذا صن، في بدايه جديده، او ممكن نقول مش بدايه جديده يعني بالمعنى الادق، شعور جديد، تشافيت من شيء معين، او كان في شعور مثلا مضايقك، مخليك متأزم، مش عارف تنام، فبدأ ان انت الشعور ده يزول بالتدريج الى ان اصبح الحال ده، وممكن يكون برضو بداية جديدة وانت فرحان بالبداية دي. طب نشوف طاقة الشريك. الشريك عنده ممكن نقول يعني الكارت يحمل معنيين، يا علاقة ثلاثية وكان محتار ما بينك ومن حد تاني، يا هو حاليا بيوازن ما بين عقله وقلبه ومحتار محتار يعمل ايه. اوكي، يعني ممكن تكون كان في انفصال او حاجة، ده اللي هنعرفه من الورق، ولكن طاقته حاليا هو محتار، ممكن يكون بين شخصين او ما بين عقله وقلبه، عادي جدا، يعني مفيش، مش لازم طاقة ثلاثية يعني. اوكي، وانت حاليا مبسوط، لو هو رجع لك او كلمك او حتى لمح لك فانت مبسوط بالبداية دي. طيب ربنا يستر. شوف طاقة الشريك. طق طق طق. دايما برج الثور من الابراج اللي تبقى عايزة الحاجة وبعدين يقولك لا انا مش هاخدها بسهولة كده، لا لازم اغلب اللي قدامي، بس هو احيانا بيبقى عنده حق يعني، خلينا واضحين يعني. اوكي، هنا ده مع بعضهم البعض، هنا شايفك ازاي في الوقت الحالي، و الطاقة دي ده بالتحديد جزء ايه الخطوة اللي عايز يعملها. يمكن ان الخطوة دي يعملها الشهر ده وممكن الشهر اللي بعده، يعني ممكن تتحقق مع ناس الشهر ده وممكن الشهر اللي بعده مع ناس تانية، وده حصل بالفعل ليا انا شخصيا. اوكي، بس مش في موضوع عاطفي، هو انا شفت حاجة و المفروض تبقى في الاسبوع ده، ما حصلش الاسبوع ده، حصل اخر اسبوع في الشهر، فيعني ما فيش يعني اصله ما جاش الشهر ده، هيجي الشهر اللي بعده، بس هو بيبقى عنده الطاقة دي. طيب نبدأ كده بمشاعر الشريك. الشريك فعلا عنده عدم توازن، يعني معه باينة جدا، يعني عنده عدم توازن، وممكن يكون شاعر بعدم التوازن في العلاقة، او انه بعد لو هو انفصلتوا عن بعض او في مشاكل، فهو شاعر بان المشاكل دي خلت ما بينكوا زي ما يكون بعدتوا عن بعض، بقى في حيرة، بقى عنده حيرة من امره شوية، وبس هو شاعر بايه بقى؟ شاعر بانه بيحبها جدا وعايز يرجع العلاقة دي الى توازنها مرة اخرى، عشان كده هو محتار ومش عارف يوازن. ممكن تكون انت طالب منه مثلا زواج، يلا نتجوز دلوقتي، يلا اخطبني، يلا كذا، يلا ناخد خطوة جدية في العلاقة مثلا، فحصل خلاف او كلاش ما بينكم، فشعر بان العلاقة فقدت بعض من توازنها، البعض فقط، ولكن هو ناوي يعني نية جدية ان هو يجي مرة تانية يكلمك وتتناقشوا مع بعض، يبقى في نقاش يعني، ولكن كمشاعر بيحبك قوي وانت الشخص المثالي بالنسبة له، وحاسس بانه مش عارف يبعد، يعني لو في خلاف ما بينكو وانت شاعر بانه بعد او ناوي يمشي فهو مش عارف يمشي. طيب في سيناريو تالت كده، لما بصيت على الكارت ده في سيناريو تالت، ممكن تكون علاقة ثلاثية، على العلاقات الثلاثية، وكان محتار ما بينك وبين حد تاني. اوكي كده، عشان نبقى ايه، عشان نبقى واضحين، والشخص التاني ده يعني خلع منه بالشياكة ومشي، وكان محتار ما بينك وما بينه، ولكن الآن تغير الوضع وشعر بأنك أنت المصير، لأن دي عجلة المصير أصلا، فهو شاعر بأن أنت المصير، أنت اللي عليك العين والحاجب. أنت البرنس بتاع الليلة زي ما بيقولوا، لو بنت تبقى عروسة ولو راجل يبقى عريس، فلو علاقة ثلاثية فهذا الشخص ترك الشخص الآخر، وده يدل برضو عن انتهاء مرحلة من حياة هذا الشخص في علاقة، ممكن يكون خارج من علاقة سابقة كمان، ممكن تكون العلاقة السابقة دي انتهت منه لأنه طاقته كان محتار، ولو هي طاقته حتى الآن فهو محتار مش عارف يجي يكلمك ازاي،
خايف، اوكي، وشعر بانه ما كانش فيه توازن ما بينكم وبين بعض، عايز يرجع التوازن مره اخرى الى هذه العلاقه. طيب انت مشاعرك ايه يا برج الثور؟ انت بقى متضايق قوي، متضايق قوي، انت متضايق منه قوي 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 يعني، ومخنوق، وبتقول له ما تجيش هنا تاني، لو سمحت ما تجيش هنا تاني، لو انت لو هو في علاقه ثلاثيه يلا روح بقى للبنت اللي انت اخترتها، ولا انت قلت هي دي مراتي ولا هي دي خطيبتي ورحت لها. انا بقى ما صدقت حياتي بقت فله، وعرفت اعيد يعني التوازن لحياتي مره تانية. النايت اوف سوردز مش بيعجبني في بعض الاحوال. لاحظ معايا كده مشاعرك عامله ازاي، انت بتدي ردات فعل سريعه غير محسوبه. يعني هو شخص مثلا، على فكره الكارت ده بيرمز الى الكلام اللطيف كمان، ممكن يكون دخل قال لك ازيك، رحت انت ما ردتش عليه، عايز ايه؟ نعم، يلا بره، انا بقول لك ازيك بره، مش عايزاك هنا تاني، ما تدخلش في حياتي هنا تاني. فنايت اوف سوردز هو شخص سريع ردات الفعل، وممكن تكون ردة الفعل دي بقى ايه بقى، وحشة جدا، ردة الفعل ممكن تكون مش كويسة. انت عمال او عايز تصده عن حياتك تاني، كنت زي ما قلت لك انت اعدت التوازن مره اخرى لحياتك، والشمس طلعت عليك، انت مريت بفتره صعبه قوي من غير هذا الشخص، والشخص ده قرر فجاه. هو دايما كده على فكره يا جماعه، ودي حاجه انا لاحظتها، اول ما تقرر تنسى حد تلاقيه بخ، مساء الخير، انا جيت تاني، مين بره الفوطه، خلصت. فتلاقي الشخص ده نطلك تاني في حياتك، احيانا بيبقى هو توأم الروح، يعني احيانا بيبقى توأم الروح. فزي ما انت شايف، انت عمال تصده، مش عارفه بقى هل ده مشاعرك الحقيقيه بقى ولا ايه. طب نشوف كده الكلام ده حقيقي. والله انا شاكه فيك يا برج الثور، شاكه ان انت بتحبه وبتكذب علينا بقى كل الفتره دي. مش بقول لك انت خايف منه، انت بتحبه على فكره، و بتحبه قوي على فكره، بس انت بقى ايه عايز تقول له، يعني عايز، انت عايز ترجع، بس مش الرجوع اللي هو السهل، ممكن ياخد فترة طويلة. انت هتخليه يبقى يعني اللي هو ما تقربش هنا تاني، بس ايه ده صدق هي كده، ده اللي هيحصل. الشخص ده هيدخل حياتك تاني، تمام، وانت هتعمله الوش ده، ما تجيش هنا، من ما صدقت بقيت كده، ما تجيش هنا تاني. انت بتحبه جدا، وشايف ان انت معاه، يعني شاعر بالطمأنينة او كنت شاعر بكده، بس انت خايف. بص خايف ازاي، خايف يعني مش عارف، انا ما صدقت استقريت، يعني انت عمال تقول لنفسك انا ما صدقت استقريت تاني، انا ما صدقت رجعت تاني لحياتي مرة تانية. طب انت جاي بقى تبوظها لي، وخايف تخش، اخش فين واخش فين، عشان كده عامل له وش اللي هو سريع، ردة فعل سريعة، انا مش عايزك، ما تجيش هنا تاني، او مثلا مش ما تجيش هنا تاني، انت عملت وانت سويت وانت رحت لواحدة تانية وانت بعتني وانت كذا، او انت بعت لوحدك، او صدقت الكلام عليا وحش ولا، وده دفاع عن النفس برضه. يعني ممكن الشخص ده جاي يقول لك انت اللي سبت مثلا، تقول له انا سبت، انا ما عملت لكش حاجه، ده انت وقلق، ولكن في داخلك في مشاعر، مشاعر حلوه. بس احيانا لما الواحد بيحصل له موقف من شخص معين بيتقفل منه. طيب هو شايفك ازاي بقى؟ بص هو عارف هو عمل ايه من الاخر، مش هكدب عليك، عارف ان انت مجروح منه قوي قوي، و انا بقول احتمال تبقى علاقة ثلاثية، وان انت اكتشفت العلاقة الثلاثية وحياتك يعني اتدمرت بعد اكتشافك لهذه العلاقة. وشايفك ايه كمان، شايفك ان انت الدفء، انت اللي كان معاك بينبسط، انت اللي كان معاك بيحس بالطمأنينة. بص الكارت ده، الكارتين دول ليهم معنى، بيحس معاك بان هو ده المصير، هو ده الشخص اللي انا عايزه، دي الزوجة او ده الزوج اللي انا كنت فيه، ده كنت هبل، او العلاقة اللي انا كنت فيها دي كانت علاقة عبيطة، هو بيقول لنفسه كده، وشاعر بانه كسرك. يعني اوعى تفتكر بانه مش حاسس، لا حاسس،
وعارف هو عمل ايه كويس قوي، مش عبيط هو، لا 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 مش عبيط، فهو عارف كويس قوي هو عمل ايه. ممكن يكون هذا شخص برج ترابي هوائي، ان لسه ما ظهرتش ابراج قدامي بالظبط، يعني كل حاجه هاخدها اقول لكم ابراج ايه، بس ترابيه وهوائيه. طيب، لان ده مش كارت برج اصلا، بس يعني او مش كارت برج اساسي، في كل الابراج الهوائيه والمائيه وكل. فالشخص ده حرفيا شايفك ان انت قلبك اتوجع منه، وصبرت عليه كتير قوي، صبرت عليه كتير قوي، انت اللي تستحقه في الاخر، يعني هو شايف كده، انت اللي تستحقه في الاخر. وكان بيقضي معاك وقت لذوذ جدا، وحد لذوذ وحد عاطفي وحد جميل، حد كان موفر له الامان، الامان. ولكن ان كنتوا بتسألوا على علاقة ثلاثية، فالعلاقة الثلاثية انتهت. لو كان محتار ما بينك وبين حد تاني، فهو راح حد منها خلاص، وتعلم درس. دي كارما، دي علاقة كارما، خارج من علاقة كارما الشخص ده. طيب انت شايفه ازاي بقى؟ طبعا انت شايفه شخص الشخصية دي، بص بقى ركز معايا، الشخصية دي او الشخصية اللي انتوا بتتعاملوا معاها دي ممكن يكون ليها اكثر من وجه. يعني ايه اكثر من وجه؟ يعني ممكن يكون شخص مستقر جدا جدا وذكي جدا، وبيعرف يفكر ويعرف يدبر ويعرف يستقر في العلاقة ويدي وياخد وكل حاجة، وفجأة فجأة 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 ينقلب هذا الوجه، وتلاقي شخص تاني يتقلب حرامي. مش حرامي بالمعنى الأدق، لا، حرامي يعني بيجري. انت شايفه مش عقلاني بالظبط، هوائي شوية، يعني ممكن يكون اي واحدة تبسبس له مثلا شوية كده يروح وراه. انت شايفه ان هو محتاج حكمة، محتاج ينضج، لان ده شخص على فكرة مش ناضج، ده شخص بيسترسب كده من المكان ويمشي. هو ذكي على فكرة جدا جدا، ولكن بقى هو بوجهين، مرة يبقى مستقر وناصح وعاقل والعلاقة ماشية تمام، والمرة التانية تلاقيه شاف حاجة تانية لفتت انتباهه فيروح لها. ممكن تكون شايف ان هو بزباص، يعني لو ولد مثلا بتاع بنات، لو بنت اب ممكن تبص كده وتقارن، تقارن تقول طب اللي معايا احلى ولا التاني. انت شايف ان هو ناقص نضج، ما عندوش نضج، ما عندوش حكمة، محتاج يبقى عنده حكمة في الأمور، محتاج يتدبر الأمور. لكن هو شايفك إن أنت شخص جميل جدا، وهو دي الحقيقة أكيد، لأن هو عايز يرجع، يبقى هو شايفك إن أنت شخص كويس. لكن أنت شايف إن هو شخص شخصيته متقلبة، ما عندوش النضج الكافي لإقامة علاقة. مرة يبقى مخلي العلاقة مستقيمة جدا وما يبصش لحد ويبص للعلاقة ويهتم بيها، والمرة الأخرى ينقلب على الوجه الآخر ويبقى حرام. ياخد يمشي من العلاقة بدون أي سابق إنذار ويمشي خلاص، خلصت العلاقة انتهت. ازاي يا ابني؟ ومش ازاي، ممكن يكون كمان بيسيبش أثر، يعني مثلا ما يديكيش خبر ان احنا مثلا بعدنا او بتاع، لا. عشان كده هو كان شايف بالظبط، هو شايف ان العلاقة ما فيهاش توازن بالظبط، وهو اللي هو السبب في ذلك. هو كمان اللي شاعر ان هو ما كانش مدي حق لهذه العلاقة بالظبط كده، وعايز يرجع يدي حق لهذه العلاقة. شعر يعني بحقيقة الأمر بأنه ما اداش حق لهذه العلاقة، وفعلا هو ما اداش حق لهذه العلاقة، يعني مشي منها جري جري. فهو شخصية فعلا محتاجة، يمكن تكون محتاجة نضج فعلا، لأنه بصوا كمان هو أعتقد ممكن يكون هوائي، لأنه بيفكر كتير جدا جدا، يعني التفكير اللي هو زيادة عن اللزوم، اخد دي ولا اخد دي، اروح للدي ولا اروح للدي، كمل في العلاقة دي ولا كمل في العلاقة دي. فكان محتار جدا، ممكن يكون خلاكوا تنتظروا كتير لغاية ما اتقفلتوا وقررتوا ان انتوا تبدأوا بداية جديدة بقى. طيب ايه الخطوة اللي عايز ياخدها؟ البيج اوف سردس هو شخص، يعني هقول لكم بقى البيج اوف سردس هو كل هنا عندي، انا ما اقول لكم شعر ان هو يعني طفولي شوية. الشخص ده لو جه كلمكو مش هيكلمكو بطريقة يعني اللي هي داخلة على طول، هي مثلا يقولك ازيك عامل ايه وحشتيني وتعالى نرجع. هو هيجي والاول
هيعرف عنكم معلومات، يعني مثلا اتخطبتوا، ارتبطتوا، في شيء جديد دخل حياتكم. الشخص ده خواف جدا، بيخاف على فكرة، وعنده يعني جبن شوية، ولكن هيجي يجي عايز مثلا ايه، مثلا هو رافع سيفه ليه بقى؟ خايف منكم. بصوا انتوا خايف قوي من اللحظة دي، لحظة ما تدوله كلام، ولكن في ذاته هو عايز ايه؟ عايز يرجع، عايز يعمل العلاقة دي الاربع عصيان. يعني هو هيجي يرجع، هتكتشف يعني، هتحس كده في الاول ان هو جاي يستهبل، ممكن مثلا يكون بيقلش، يجي يتريق مثلا على صورة انتوا حاطينها، يقلش عليكم في حاجة، فتقولي ايه الهبل ده اللي راجع يقلش عليا ده، ولا يتريق عليا، ولا جاي يعمل ايه؟ يتصل بيكي غلط، يقول لك معلش والله ايدي جت بالغلط، على يهبل كده، بس هو عايز يرجع. ما بقول لكم هو جبان شويه، بيخاف من المواجهات. بالظبط كده، الشخص ده بيخاف من المواجهه، بيخاف يواجه، فدايما يبقى رافع سيفه كده ويقول له قدامه بص بقى لو جيت جنبي انا بس هو ما بيعملش حاجه، يعني رافع سيفه كده ما بيعملش حاجه. وممكن زي ما قلت لك يتصل بيكي بالغلط، يبعت لك مسج يقول لك